اليوم راح أتكلم معاكم عن فيلم مهم ألا وهو فيلم باكيزا الهندي، هو من إخراج المخرج العبقري آنذاك اسمه كمال أمروهي. كمال أمروهي طبعا هذه الفكرة كانت عنده من سنة 52 ميلادية، هو كان يقول حق باكيزا اللي هي مثل الدور باكيزا الفنانة مينا كوماري اللي كانت زوجته من بعد الفترة هذه عن الفكرة هذه، وتداولت هذه الفكرة في مخه لين سنة 56 وبدأ تصوير الفيلم بالفعل، وكانت هناك أغنية أيضا موجودة في سنة 56 من هذا الفيلم، لكن هذه الأغنية للأسف يعني خسروا عليها مبلغ كبير ولم يتم تداولها أو لم يتم عرضها في شاشات السينما، ولذلك الفيلم توقف. وتوقف الفيلم لعدة أسباب، ألا وهي أول أسباب هذه اختلافات التي حصلت ما بين مينا كوماري وما بين كمال أمروهي، الطلاق دام بينهم لفترة طويلة ومن بعد ذلك رجعوا لبعض، لكن لم يكملوا هذا الفيلم أيضا لأحداث أخرى. لكن الفيلم بدأ بالفعل تصويره في سنة 66 وتم عرضه في سنة 72 في سينما مراتا مندر. السينما آنذاك كانت تصور بالبلاك اند وايت، دخلنا في عصر الألوان، غير كمال أمروهي رؤيته وعمل الفيلم بالألوان، وعندما دخل العصر السينما سكوب اللي هي السينما العريضة أو الشاشة العريضة غير تصوير الفيلم مرة أخرى وعاد تصوير الفيلم على السينما سكوب. كمال أمروهي كان يسمونه الفنان العبقري للسينما الهندية، يعمل الأعمال بطريقة جدا متقنة. انظروا لهذه الأغنية، شوفوا التصوير في هذه الأغنية، شوفوا الأحداث اللي حصلت خلف هذه الأغنية، شوفوا الكاركترات اللي موجودة، بتشوفون فوق، بتشوفون تحت، بتشوفون هذا الشخص اللي قاعد يودي الشخص على الدري، في أشياء كثيرة. يعني هذه التفاصيل ما كان يسويها غير هذا المخرج كمال أمروهي الذي توفى في سنة 93.